محطتنا الأولى لليوم عليا رح نبدأها من عالم الأدب والشعر مع شاعر سوري يختص بأدب الأطفال، فكتب الشعر والقصة بعام 2010 ونال جائزة عن أدب الأطفال. مؤخرا وقع ديوان شعر بعنوان بوح عاشق وحبق من وحي معرض حبق. لنتعرف أكثر عن هالديوان وأعماله بسنة نرحب بضيفنا لليوم الشاعر محمد منذر زريق. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح النور، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. بالبداية يعني حاملين مجموعة شعرية تحت عنوان بوح عاشق وحبق، عناوين يمكن طلعنا عليها هيك على السريع، عناوين ملفتة، عناوين وطنية، عناوين جميلة. خلينا نحكي عن هالديوان الصغير يلي مثل ما ذكرت لي من شوي انه اطلقته بهالكم يوم. صحيح، الحقيقة دائما كنا نقول في البدء كانت الكلمة، لكن في ديواني أو مجموعة الشعرية هذه في البدء كان الحبق، كان العطر، ومن ثم كان اللون، وبعد ذلك أتت الكلمة. التجربة كانت من واقع شغفي الطويل الذي تجاوز 30 عاما بالفن التشكيلي السوري، كنت متابعا له ومحبا بشكل دائم. في فترة الأزمة تراجعت أشياء وتقدمت أشياء. صحيح. كان من أجمل الأشياء التي ظهرت في سوريا خلال هذه الأزمة إصرار مجموعة كبيرة من الفنانين التشكيليين السوريين، رسامين ونحاتين، على الوجود وعلى الاستمرار وعلى تقديم الجميل. قبل سنة تقريبا حدثت ظاهرة أثرت كثيرا في المشهد التشكيلي السوري عبر الملتقى أو المعرض الجماعي الذي كان بعنوان حلب قصدنا، وحلب عشقي رغم أني دمشقي، فكان هذا المعرض الذي أقيم في صالة ألف نون نظمه الفنان السوري الجميل بديع جحجاح تأثير كبير علي، نقلني من حالة الشغف الفردي أو الشخصي بالفن إلى حالة أكثر تعلقا به، لأني شعرت بأن الفن سوف يكون سلاحا حقيقيا لإعمار سوريا ولجعلها أزهى وأجمل. من حلب قصدنا إلى المعرض الحالي الذي كان باسم حالة حبق والذي شارك فيه 43 فنانا سوريا يمثلون سوريا كلها بكل محافظاتها بكل ما فيها من جمال وتنوع وفسيفساء بشرية وحضارية لا نظير لها. هذه الحالة أو هذا المعرض جعل فكرة تلمع في ذهني وذهن زوجتي شريكتي في كل شيء بأن نقدم مجموعة شعرية للمعرض لألف نون لحالة حبق ل43 فنانا تشكيليا بمئات أو آلاف الفنانين السوريين الذين بقوا في هذه الأرض أو الذين حملوها معهم مع تقديري الأعمق والأكبر لمن تمسك بجذورها وترابها. نعم. شو بدك تسمعنا اليوم؟ يعني مثل ما قالت ليا معنا طبعا الديوان وفي عدة عناوين بتحكي عن الوطن عن الحب، وحضرتك مختص بأدب الأطفال، هل كان في طبعا كانت في مرحلة في صعوبة بانتقال من أدب الأطفال لكتابة للصورة، وشو بتسمعنا من ورا الديوان؟ الحقيقة بالنسبة لي ما بنتقل وأنا ما بعيش كل الحالات، يعني الطفل الذي في داخلي ما زال موجودا والمراهق موجود والكهل موجود كلهم يمشون كثيرة. معا ممكن بعد شهر تقريبا ستصدر لي مجموعة من القصص الموجهة للأطفال بالتعاون مع الفنانة السورية سناء قولي الرسامة المبدعة الجميلة. في الوقت نفسه أكتب لنا نحن آباء هؤلاء الأطفال الذين هم مستقبل سوريا. في هذه المجموعة الشعرية أحب أن أقرأ أولا أبيات حبقية وجوها للفنانين التشكيليين السوريين وبالذات صالة ألف نون التي عملت الكثير في هذه الفترة وكانت ملهمة لهؤلاء المجموعة الرائعة من الفنانين الأولى والأخيرة. سأقرأ الأخيرة. حبق وشفق. نعم. لملمي من كل حقل حبق واجمعي من كل حور ورقة
وامزجي من كل لون قبسا واقبسي من كل نار شفقا وارسمي من كل حرف لوحة كي ترد الروح في من عشقا ارسمي الغيمات قد عتقها راهب في الدير دهرا وسقا واسرقي مني القصائد وانثري فوق خد اللون حرفا مشرقا واتركي الفرشاة تمضي في الفضا كي تصيد اللون غضا ألقا واجعلي في الشام بيتي مرسما وارقصي رقصة ست شبقا ودعي الألوان تتلو كلما جمعته الشام لما افترقا إن قلبي إن رآكم هزني فتصير الخمر فلا عبقا ويذوب الشعر في كأس الهوى ويدور الشيخ صبا عشقا إن درويشا غفا في بيتنا إن رأى رقصك لب الحبقة. تسلم تمك أستاذ محمد. خلينا شوي هيك نحكي يعني يمكن تأثرت حضرتك بالمعرض أي فنان بيتأثر بالحالة اللي هو عايشها فما بالك وطن وطن جريح صحيح. قديش يمكن شاعر بحساسيته وبمواهبه يلي هي دفينة جواته الوجع بيأثر عليه يمكن أكثر من الفرح صحيح. أو يمكن بيخلق شيء من جواتك لتجسده بألمك. الحقيقة كبيرنا الأستاذ نزار قباني قال إن الفرح شعور عقيم الحزن كان رفيقنا ربما منذ كربلاء إلى اليوم ونحن حزينون لكن رغم هذا الحزن الحزن رغم هذا الألم جعل الله في الألم أملا لم نتخلى عن الأمل رغم كل آلامنا نحمل آلامنا بنبل وأصالة وفروسية لكي نعبر إلى الغد الغد الجميل ربما في الكثير من قصائدي هذا الأمل كما فيه عميق الألم أو الحزن الشفاف طيب بما أنه هاي الحالة الفنية اللي امتزجت بالكتابة للصورة وخاصة للفن التشكيلي هل حتكون بداية للتغيير بمسير كتابتك؟ الحقيقة ما بفكر كيف بيكون الغد الغد دائم أجمل دائما كانت الألوان ممزوجة بقصائدي وحروفي أنا أرسم بالكلمات ولأن من يشبهني من الفنانين يؤثر في وأنا أؤثر به فهناك تلازم دائم أعطيك مثلا لي صديق فنان جميل جدا وأحبه كثيرا الفنان إسماعيل نصرة هذا الفنان يؤثر بالكثير من قصائدي كما أزعم بأنني أؤثر بالكثير من لوحاتي هو يرسم من شعري وأنا أكتب الشعر من رسمي هي حالة مترابطة متلازمة نعم أستاذ محمد بعام 2010 حصلت على جائزة بأدب الأطفال صحيح. اليوم كيف بتشوف الشيء عم يكتب للأطفال من قصص من أدب يمكن من طروحات عم تطرح لأطفال اليوم بحاجة لثقافة عالية الجودة بكل صراحة نحن مقصرون في كل ما يتعلق بالأطفال كثيرا جدا صحيح. فتحت موضوعا في غاية الحساسية والأهمية أقول لك شيئا الأستاذ العظيم الراحل سليمان العيسى بعد نكسة 1967 ربما فقد الأمل في جيل من الكبار فتوجه بشعره وروحه إلى الأطفال ربما اليوم ونحن في هذه النكسة التي سنقوم منها إن شاء الله ستتعافى منها سوريا أفضل ما نفعله هو أن نتوجه إلى الأطفال قبل أيام قليلة كانت هناك تظاهرة فنية للأطفال السوريين كانت جميلة هي بداية يجب أن تكون لبنى نبني على أساسها يجب أن نبني في الطفل كل شيء جميل الله هو الجمال إذا ركزنا في أطفالنا على حب الشعر على حب الموسيقى على الرسم سنصنع جيلا حقيقيا جميلا جديرا بسوريا وسوريا جديرة به في تقصير كبير على سبيل المثال أقول لك في جيلنا كانت حصة الرسم وحصة الموسيقى وحصة الرياضة حصة فراغ تعطى بدرس الرياضيات أو الفيزياء أو اللغة هذه جريمة نقص. حقيقية صدقا جريمة يحضرني أستاذي الذي درسني الرسم في ثانوية ابن الأثير الراحل العظيم ممتاز البحرة
في يوم من الأيام، ورغم أنه الرجل اللطيف الشفاف كان له موقف قاسي مع أستاذ رياضيات طلب حصته لكي يعطي درس رياضيات بدل من حصة رسم، قال له: من قال لك بأن الرياضيات أهم من الرسم؟ إذا وصلنا إلى الوقت الذي نقول فيه إن الرسم والشعر والموسيقى والرياضة لا تقل أهمية، ربما تزيد، بل هي تزيد عن كثير من العلوم الأخرى، عندها نصنع جيلا محصنا غير قابل لأن يكون مطية للإرهاب أو التخلف أو ما نراه من حالات لا تليق بسوريا ولا تتعلق بماضيها وحاضرها. يعني أستاذ محمد، مثل ما حكينا هلأ عن أنه أهمية فعلا الاعتناء بالسيناريوهات الموجهة أو الرسائل الموجهة للأطفال، خاصة بها 7 سنين اللي عم بيشوفوا فيها كثير من المشاهد القاسية، فنحن لازم فعلا دورنا كإعلام وفنانين أنه فعلا تكون في رسائل توعية. خلينا نحكي عن أهم الأعمال اللي قدمتها للأطفال. الحقيقة الأعمال اللي قدمتها السابقة كانت كثيرة، أكثرها كان بمجلة العربي الصغير الكويتية، تتنوع بين قصة قصيرة وشعر، أكثرها قصة قصيرة، القادم سيكون إن شاء الله أجمل، لأنه من وحي الأزمة السورية، من وحي كل ما جرى، أريد أن أخذ بيد الطفل أو أن يأخذ هو بيدي، وخاصة الطفل الذي بداخلي أنا أثق به جدا، أريد أن يأخذ بيدي إلى غد جميل. نعم إن شاء الله. يمكن بمناهجنا المدرسية أو الشاعر سليمان العيسى، يمكن في تفاصيل أو في قصائد هي لحد الآن عايشة معنا. صحيح. هي لحد الآن يمكن نحن منحس بشعور غريب وقت منرددها أو وقت منقولها. قديش مهم اليوم أنه هي الكلمة تبقى محفورة بالقلب وبالذاكرة أيضا. يمكن في كتير عفوا من الأغاني أو من القصائد هي بتمر مرور الكرام، ولكن صحيح. قديش مهم أنه تكون هي عميقة لتنحفظ بالذاكرة. صحيح. الأطباء يقولون أن جسدنا مكون مما أكلنا، عندما نأكل أكل صحي تكون أجسادنا سليمة، عندما تقرأين وتسمعين الجميل ستكونين جميلة، روحك ستكون أنقى. كل قصيدة شعر، كل أغنية، كل صورة نراها تنطبع في داخلنا وتصبح جزءا منا. من المهم جدا كل ما يقدم لنا، وخاصة في الفترة الأولى، في فترة الطفولة. نعم. هي التي تصنعنا. خلينا لك أن نسمع شيء تاني من الديوان أستاذ محمد. حابب مقطعين صغار. الأول لحلب، حلب معجزة سوريا. أكيد. حلب اللي متفائلين فيها كتير. لنا تحية لأهلنا بحلب. أكيد. تحية صباحية لأهلنا بحلب. تحية لكل حلب وللفنانين العظماء يلي ضلوا بحلب، بحبهم كلهم، خايف أنسى اسم حدا منهم، بس بقول لأعلى التعيين: بشار برازي، محمد زيدان، لوسي مقصود، بارتكس بارسوميان الرائع، نعمة وبشير بدوي، نزار حطاب، كل هؤلاء الرائعين الذين تشبثوا بحلب هم أنبياء سوريا الحقيقيون. يلا كلنا سمع. من قصيدة بعنوان حلب قصدنا، كتبتها قبل الأزمة بسنوات لأقول بأن المتنبي لا يزال حيا في بي. أكيد. جادك الوجد والهوى وجميل، كل عشق على رباك يسيل، حلب مصرع القلوب ومهوى من قدود على السماح تميل، وعيون كبدرها ساحرات ليس فيها على الزمان أفول، كعروس توشحت بجمال صاغها الله واصطفاها الخليل، غرد الطير في سماها طروبا وتغنى بحسنها الإكليل، وشربنا من الخمور جرارا، بحرها الليل وافر وطويل، غير أن وقد صحونا سكارى، كل وصل بليلها لقليل، كلما أنشدت قصائد شعر ردد الله شعرها فتطيل، وتغني فليس يبقى فؤاد وحمام وخفقه والهديل، كل من يسمع القدود عليل في هواها وهائم وقتيل، وحنين
من الكنائس يسري ومسيح سلامها والبتول وإذا قالت المنابر فيها فكريم حديثها ونبيل إنها الغار إن تحدث عطر أو تغنى بحبها الترتيل وحرير وزعتر وعطور وثياب وجنة وفصول لا من الصحب في هواها وقالوا يا دمشقي هل تراك تنيل أنت عاص فقد حججت شمالا كيف صار وهل أتاك رسول قلت روحي من الشمال نجوما وفؤادي إلى الشمال هطول حلب درة الشآم وعقد حولها التبر والجمان يجول ما عققت الشآم يوما ولكن حلب قصدنا وأنت السبيل الله على التحية الحلوة من الصباح أكيدنا نقول إن شاء الله هيك الله يحميها لحلب وترجع مثل أول وجديد بهمة أبطالنا وبهمة أهلها وبهمة فنانينا أيضا أستاذ محمد اليوم عتبك لمين؟ عتبك على مين؟ شعرتنا اليوم بحاجة يمكن لدعم كتير كبير وخاصة يمكن للناس يلي عم يكتبوا يعني من قلبهم عم يحكوا وجع العالم من خلال الشعر بكل صراحة عتبي علينا نحن عتبي علينا كلنا ما رح أقول عتبي على وزارة الثقافة أو وزارة إعلام أو وزارة تربية بالنهاية كل هاي الوزارات هي منتجنا نحن تقصيرها يدل على تقصيرنا في أشخاص رسميين بكل صراحة بقول قلائل يلي مهتمين حقا بالحالة الفنية يعني على سبيل المثال معرض حالة حباق ما حضروا أحد من وزرائنا هذا كان شيء بس بالمقابل حضروا عدد كتير كبير من الناس وحضرته السيدة بثينة شعبان بوجه لها التحية بصفتها الشخصية مو بصفتها الرسمية نعم. فأنا بوجه التحية للصفة الإنسانية اللي فيها وزارة الثقافة لازم تكون أفضل وزارة الإعلام لازم تكون أفضل وزارة التربية الأهم لازم تكون تشتغل أكثر لكن بالنهاية نحن كلنا نتحمل المسؤولية كلنا نتحمل المسؤولية وكل واحد منا قادر يساوي شيء بالختام أستاذ محمد الجديد اللي عم تحضر له بعد هالديوان مجموعة قصص الأطفال يلي قلت لها تصدر بالتعاون مع السيدة سناء قولي قريبة جدا إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق شكرا كثير أكيد نتمنى لك التوفيق ومزيد من الكلمات الحلوة لأنه نحن كتير بحاجة لها ومزيد يمكن من الفن السوري ينطلق للأفاق العليا شكرا كثير لك شكرا لحضورك وموفق يا رب صباحكم حباب